السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيم كولاب زوم بيديني ان انا افتح ملف الـ IFC واقدر اخد المعلومات اللي انا عايزها منه. ممكن تقول اوبن، فانت تقدر تفتح اي ملف IFC او FZIP او TXT او XYZ او بيم كولاب اللي هو البي سي بي وهكذا. طيب هقول مثلا انا عايز افتح الملف اللي هو الاكزامبل اللي جاي مع المشروع. فبتلاقي المشروع هو بالشكل دوت. رايت كليك هيقول لك اد ايشيو، لو في اي مشكله اد تو ماي فيو، ممكن تقول له اد ايشيو. فيبدا يقول لك طب اكتب المشكله ودي صوره ليها. فاقول له مثلا تشيك وطيب هل ايشيو ولا كلاش ولا ريكويست ولا ريمارك. البريوريتي بتاعتها ماينور ولا ميجور ولا كريتيكال. اساين تو، فتبدا تكتب مين المفروض يحل المشكله دي، المايلستون، الديدلاين بتاعتها اول امبارح، الديسكريبشن تكتب الديسكريبشن وتكتب الكومنت اللي انت عايزه، والكومبوننت ان فيو بوينت هتقول له بقى سيلكت ولا فيزيبل ولا نان. وهنا ممكن تقول له كريت فيو بوينت فروم كرنت فيو بالشكل دوت، او سيلكت سناب شوت فروم فايل، تبدا تختار صوره معينه وهكذا. هقول له سيف. طيب انت اخدت مشكله معينه، وفي اي لحظه تقدر تشوف كل المشاكل اللي موجوده عن طريق ان انت تيجي هنا وتقول له ايشيو، فتبدا تشوف المشاكل كلها ومكتوب الاسم بتاعها بالشكل دوت. تقدر تضيف ايشيو كمان زي ما انت عايز. نعم، ازاي تقدر تضيف اللي انت عايزه. وهنا ممكن تعمل سيرش لو في عندك مشاكل كتيره.